بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فمرحبا وسهلا بكم أيها الأحبة الأكارم في مجلس متجدد في رحاب الساحة البرهامية بجوار سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها عقيلة بن هاشم، وصلى الله وسلم وبارك على جدها ورزقنا الله شفاعته. ونحن نلتقي هنا في لقاءات متعددة متوالية حول قراءة مال الموطأ الإمام مالك بن أنس. وكتاب الموطأ كما قلنا غير مرة كتاب هو من عيون تراث المسلمين، بل هو فريد من نوعه، حاز الأولوية، حاز قصب السبق في هذا الميدان، فلم يؤلف قبله مثله كما قال أهل العلم. وكنا قد قرأنا في الموطأ سويا حتى وصلنا عند قوله: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. وأريد أن ألقي الضوء أولا على فكرة هذا الباب، ثم نبدأ في تفاصيل المباحث العلمية التي وردت في هذا الباب. أما الفكرة الرئيسة في هذا الباب، في أن المأموم يسمع قراءة إمامه على التفصيل الذي شرحناه في اللقاءات الماضية، هل يقرأ الفاتحة مثل الإمام أو لا يقرأ، على خلاف فصلناه تفصيلا والحمد لله رب العالمين. فيسمع المأموم قراءة إمامه حتى يأتي الإمام عند قوله: ولا الضالين، فيقول المأموم آمين. في هذه اللقطة في الصلاة عدة مباحث، بل مباحث متعددة كثيرة جدا، منها أيقول الإمام آمين أو لا يقول، هذه واحدة. الثانية: من وافق تأمينه تأمينة الملائكة، فهل الملائكة تؤمن؟ الثالثة: ما معنى أن الملائكة تؤمن؟ الرابعة: أي نوع من الملائكة الذين يؤمنون مع الإمام أو مع المصلين؟ الخامسة: هذه الخامسة أيضا يعني عجب من العجب في الحقيقة، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه تأمين الملائكة ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فما معنى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ وهل هذا في كل صلاة؟ وهل كل ذنب تقدم يغفر بمجرد قوله آمين خلف الإمام؟ ومتى يوافق قول المأموم قول المأموم مع إمامه آمين قول الملائكة؟ وهل قول الملائكة قولا على الحقيقة أم أنه قول على المجاز؟ انظروا كم مسألة تفرعت في هذه اللفتة التي تحدث لنا في كل صلاة ولا ننتبه لها. الإمام يقول ولا الضالين، نحن جميعا نقول خلفه إيش؟ آمين. هل يقول الإمام ولا لا يقول؟ مسائل كثيرة جدا. لكني في هذه الحلقة يا سادة أود أن أضع مقدمة ضرورية لفهمنا لهذا الباب، وأرجوكم انتبهوا. نحن الآن نضع ماذا؟ مقدمة ضرورية لفهمنا لهذا الباب. تدور هذه المقدمة حول ما معنى كلمة آمين. هذه ما معناها؟ الحقيقة أن كلمة آمين في اللغة العربية مصدر أمن. أمن الإنسان أي قال آمين. أمن المسلم يعني قال إيه؟ الآمين. وهي بالمد والتخفيف، آمين ولا آمين؟ آمين بالمد والإيه؟ والتخفيف، لا بالمد والتشديد. وذلك عند القراء بإجماعهم، عند القراء القرآن بإيه؟ بإجماعهم، إلا ما ورد وما حكي عن حمزة والكسائي أنها بالإمالة، وهذا يعني لا شاذ. إنما القراءة والقراءات العشرة والمعتمدة أن الإنسان يقول إيش؟ آمين ولا آمين. مد وماذا؟ مد وتخفيف. هذا بإجماع عند القراء. إذن الآن قد عرفنا معناها من ناحية اللغة ومعناها من ناحية القراءة والتلاوة. أما من ناحية اللغة فإنها مصدر أمن. أمن يعني قال آمين. والتأمين إنما يكون عقب دعاء. أنا إني داع فإيه؟ فأمنوا. يعني إيش أمنوا؟ نقول آمين. طيب يا سادة، هذا معناها من ناحية اللغة، ومع وكلام القراء حولها أنها مد ثم تخفيف، مد وتخفيف. إلا أن الفقهاء والعلماء استخرجوا من معاني كلمة آمين ثماني معاني.
كم معنى؟ ثمان معاني لآمين، وأنا سأذكرها جميعا الآن. ثم بعد ذلك في الحلقات التالية ندخل في تفصيل المسائل والمباحث الفقهية المتعلقة بهذه الكلمة في الصلاة، وهي لعمري، يعني لعمري إنها من أسرار هذا الدين. كلمة آمين هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم يهود كما حسدتكم على صلاة الجمعة وعلى قولكم آمين خلف الإمام. كيف يحسدوننا على هذا؟ وماذا فيها لنحسد عليها؟ لا لا لا، ده فيها سر من أسرار علاقة العبد بمن؟ بربه سبحانه وتعالى. وفيها مباحث فقهية عجيبة جدا، وإني أذكر لكم في هذه الحلقة معاني كلمة إيش الأول؟ أول معنى من كام معنى يا مشايخ؟ من ثمان معنى. المعنى الأول أنها بمعنى اللهم استجب. آمين يعني اللهم استجب، مش كده؟ هذا المعنى المتبادر للذهن، يعني إن سمعت إمامك يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حضرته ليه؟ آمين يعني إيه؟ اللهم استجب. وهذا معناها عند جماهير الفقهاء والعلماء. إذا معناها عند الجمهور إيش؟ اللهم استجب، كأنك تؤمن على دعاء إمامك الذي يقرأ الفاتحة بين يدي ربه، وهي كلها يعني دعاء في النهاية، والصلاة معناها الدعاء أصلا، والصلة بين العبد ورب. هذا المعنى رقم كم؟ واحد. المعنى الثاني قال أهل العلم: آمين عقب الفاتحة في الصلاة معناها اللهم أمنا بخير. اللهم إيش؟ أمنا. آمين اللهم استجب، آمين اللهم إيش؟ أمنا. أمنا من ماذا؟ من كل ما نخاف، ومن أن تجعلنا من الذين غضبت عليهم، وأن تجعلنا من الذين ضلوا الطريق، وإلى آخره. إذن ما هو المعنى الأول من معاني كلمة آمين؟ اللهم استجب. والمعنى الثاني اللهم أمنا بخير. انتبهوا، فإني أسوق لكم الآن المعنى رقم، لكن يحتاج إلى دقة في الفهم ليصلكم هذا المعنى. قالوا يعني أنت دبرت آيات سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فكأن الذي يقرأ بها، أقصد الإمام، يناجي بها ربه، يناجي بها. وعلى مذهبنا أن المأموم هنا عليه أن ينصت فيسمع قراءة الإمام، وقد ذكرنا هذا وذكرنا اختيار الفقهاء واختلاف حوله، يقول المأموم يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأ الفاتحة، والذي رجح عندنا وفي مذهبنا أن المأموم ماذا يفعل؟ يسمع، يظل إيه؟ يسمع. طيب، هل ينفرد الإمام بمناجاة ربه في سورة الفاتحة فيقول اهدنا الصراط المستقيم والمأموم لم يقرأ، فهل ينفرد الإمام بالفضل دون المأموم؟ فقالوا أبدا. فما هو المخرج لينال المأموم الفضل مثل من؟ مثل الإمام. ما هو المخرج؟ أن يقول عقب قراءة فإمامه ماذا؟ آمين. وهنا يبرز معناها، وهو كذلك يكون، يعني كذلك يكون لي، يعني كما كان للإمام كذلك يكون لي. إذن أنا حرمت الأجر الآن ولا لم أحرم؟ وهذا من معاني كلمة آمين، يعني كأن الإمام قال إياك نعبد، فقال المأموم في ختام قراءة إمامه آمين يعني كذلك إياك نعبد، يعني كذلك اهدنا الصراط المستقيم، يعني كذلك صراط الذين أنعمت عليهم، يعني كذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا معنى، يعني سبحان الله، كل هذه المعاني كامنة في قولك آمين خلف الإمام. أيوة، ونحن الآن لا ننتبه لهذه اللفتة العجيبة. إذن كم معنى الآن سقته لحضراتكم؟ الأول اللهم استجب، وهذا على رأي الجمهور. المعنى الثاني اللهم أمنا أو أمنا بخير. المعنى الثالث كذلك يكون، كذلك يكون لمين يعني؟ للمأمور. أما المعنى الرابع فعجيب من العجائب، وذكره أئمة أكابر من أهل الجنة، من أهل العلم، وهم من أهل الجنة إن شاء الله ما داموا أهل العلم، صحيح؟ فاللهم اكتبنا وإياكم من أهل العلم يا رب. اللهم المعنى الرابع يا سادة، قالوا آمين هذه درجة في الجنة تجب لقائلها. كم مرة تقول آمين خلف الإمام؟ كل مرة تقول فيها آمين ترفعك في الجنة
درجة. هذه الدرجة في الجنة لا تكون إلا لمن قال آمين خلف الإمام. وهذا يجعل المسلم وطالب العلم يزهد في صلاة الجماعة ولا يكون عليها حريصا. فبعدد ما قلت خلف إمامك آمين طوال عمرك بعدد ما ارتفعت في الجنة درجات. هذا أيضا معنى من معاني كلمة آمين. اللهم آمين، اللهم آمين، ولا تحرمنا يا رب ولا جميع المسلمين. ثانيا يا مشايخ، الآن أنا أقدم بهذه المقدمة لنفهم المباحث العلمية والفقهية في قضية قول المأموم خلف إمامه ماذا؟ آمين. وعرفنا معناها في ناحية اللغة ومعناها ونطقها في ناحية القراءة والقرآن الكريم، ثم معانيها عند الفقهاء. المعنى الأول اللهم استجب، والمعنى الثاني اللهم أمنا بخير، المعنى الثالث ذلك يكون، المعنى الرابع أنها درجة في الجنة تجب لقائلها. الله. المعنى الخامس، آمين كأن المأموم يقول استجبت، أو قال لمن استجيب له كما استجيب للملائكة. استجيب للمأموم كما استجيب لمن؟ للملائكة. ومتى استجيب للملائكة؟ في كل أمر، وعندما قالت آمين خلف الإمام. إذن استجيب له كما استجيب لمن؟ للملائكة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وافق قوله قول من؟ الملائكة. ما هو الرابط بين قوله هذا قول المأموم وقول الملائكة؟ أن الله يستجيب لهذا المأموم كما استجاب لمن؟ الملائكة. وهذا أيضا من معاني قول إيه؟ قول آمين خلف الإمام. كذا كم معنى؟ السادس، عجب من العجب، صحيح والله. هذا المعنى السادس يا سادة قاله عبد الرزاق، ورواه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وعن هلال بن يسافر التابعي. هذا المعنى قاله هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم. إيش يا مولانا هذا المعنى العجيب الذي توقفت عنده وأمامه طويلا قبل أن تذكره لنا؟ قالوا إن آمين اسم من أسماء الله. وهنا يكمن الخطر ويبرز السر العجيب. آمين إيش؟ اسم من أسماء الله. رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد فيه ما قال نعم، وذكره هلال بن يساف التابعي، ولم يوافق عليه كل العلماء، إلا أن بعضهم اجتهد فرأى أن آمين إيش؟ اسم من أسماء الله الحسنى. والسر في هذا أن الملائكة دائمة الذكر بهذا الاسم. الملائكة ماذا؟ دائمة الذكر بهذا. فإن قال المأموم آمين فإنه لا محالة موافق قوله. ليش؟ لأن الملائكة دائم الذكر، دائم الذكر بهذا الاسم. فتأكد أنك كلما قلت آمين خلف إمامك كلما وافقت قوله، كلما غفر لك تقدم من ذنبك. إذن اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا كما قلت لكم اجتهاد، إلا أن رأي الجمهور أن معنى قول آمين خلف المأموم اللهم إيه؟ كم معنى إلى الآن ذكرته لكم؟ ستة ولا سبعة؟ لا ما أنتوا تلخبطوا أكيد. الأول اللهم استجب، الثاني اللهم أمنا بخير، الثالث ذلك يكون. نعم بس الملاحظ ان كلمه امين مش كمان في اللغه العربيه بس، يعني حتى اللغات صحيح. الاخرى كلهم لما بييجوا يامنوا في صلواتهم سواء المسيحيين او غيره آمين. بلاحظ ان هم بيقولوا امين. وهذا الذي رجح قول من قال انه اسم من اسماء الله الحسنى. هذا عجيب جدا. يعني هاتي لي لفظه في اللغه الانجليزيه او الفرنسيه، لفظه فرنسيه او لفظه انجليزيه تساوي كلمه امين، فان كل فرنسي واجنبي و يتحدث الألمانية أو الإنجليزية، فإن أردته أن يؤمن لن يقول إلا إيه؟ آمين. هكذا لا يجد في مقابلها لفظة. صحيح يا سيدي المصري، وأنت تتكلم عدة لغات، فقل لي في لغاتك التي تتكلم بها إن أردت أن تؤمن خلف الفاتحة ماذا تقول؟ حتى في اللغات الأفريقية آمين. كله آمين آمين آمين. فيا سبحان الحي الذي لا يموت. وهذا يرجح. إذن كم معنى يا مشايخ؟ ستة. واحد
اللهم استجب. اثنان اللهم امنا بخير. ثلاثة لك يكون. أربعة درجات في الجنة تجيب لقائلها. خمسة استجيب له كما استجيب للملائكة. ستة قيل اسم من أسماء الله الحسنى رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد فيه من قال. طيب المعنى السابع، أنا قلت كم معنى يا مشايخ؟ الآن المعنى السابع قبل الإيه؟ قبل الأخير. قالوا نعم المعنى السابع، قالوا معنى كلمة آمين وهي تقال لكل مأموم خلف إمامهم، لكل إيه؟ كل مأموم. فإن مثلا فإن تصورنا أن الجماعة فيها اثنان خلف إمام، اثنان خلف إمام، أو أن فيها عشرة خلف إمام، وهناك جماعات فيها أكثر من هذا بإيه؟ بكثير. جماعة في مسجد السيدة زينب فيها كم مأموم خلف إمامهم؟ 500 مثلا في يوم الجمعة، 3000 مثلا أو 4000 جميعا يقولون خلف الإمام في قراءته في الجمعة يقولون ماذا؟ ما معناها؟ قالوا معناها قاصدين إليك، قاصدين إليك يا ربنا. فإن قال ولا الضالين قالوا إيش؟ قاصدين إليك. إذا ذكروا كلمة آمين فمعناها إيه؟ قاصدين إليك يا رب العالمين. قاصدين إليك يعني إيه؟ قاصدين يعني متوجهين إليك، يعني منطلقين إليك. بجماعتنا ولا بمفردين؟ بجماعتنا. وهذا يجعل فكرة أن الجماعة التي فيها عدد أكبر ربما تكون صاحبة أجر أكبر، وكلما كثرت الجماعة كلما زاد الأجر. لأنك إن قلت قاصدين إليك وأنتم اثنان فإن فيكم الضعيف والهزيل ولن تصلوا إلى المقام. فإن كنا 100,000 وقلنا آمين فالقوي يأخذ بيد الإيه؟ الضعيف، والراجح أن الجميع في النهاية بإذن الله يصل. فأنت بعد أن تفهم كل هذا وهذه الأسرار في آمين، بعد أن تفهم هذا تبحث عن الجماعة صاحبة العدد الأقل ولا العدد الأكبر، حتى تكون ممن إيه؟ ممن يقصدون إلى الله مع الإيه؟ مع الجماعة. تمام يا مشايخ؟ كم معنى إلى الآن؟ واحد التحدث معنا نعم بالتخفيف والتشديد في هذا. أحسنت، وهذا يرجح التخفيف طبعا، لكن اتحد المعنى. ونحن الآن نبحث عن أسرارها، كيف يخرج المصلي بكل هذا الخير في كل صلاة. هذا فضل عظيم ما بعده فضل. لذلك حسدتنا يهود على قول المأمومين خلف إمامهم ماذا؟ آمين. لكن لو فطن كل المسلمين لهذه الأسرار لصارت الصلاة صاحبة إيه؟ صاحبة ذوق أعلى من هذا بعشرات المرات. صحيح ولا ما هو صحيح؟ أخبروني إذن ما هو المعنى الأول؟ اللهم استجب. الثاني اللهم أمنا بخير. الثالث ذلك يكون. الرابع درجات في الجنة. الخامس استجيب له كما استجيب للملائكة. السادس من أسماء الله الحسنى. السابع قاصدين إليك يا ربنا. هل كتبتم هذا أم تقولون من الذاكرة؟ فإن قلتموه من الذاكرة أبشروا بمجرد انتهاء الحلقة والدرس فإنه يتبخر من الأزهار. العلم صيد والكتابة قيد. أيوة كده يا سيدي. العلم صيد والكتابة إيش؟ واسمعوا المفاجأة في الاسم الثامن أو في المعنى الثامن. قاله أئمة هذا الشأن وهو عند أبي داود وغيره من العلماء الأكابر، قالوا كلمة آمين من المأمومين خلف إمامهم إنما هي مثل الطابع على الصحيفة. مثل إيش؟ ختم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اختم بقى بإيش؟ بآمين. كأنك ختمت صحيفة لكل المصلين الآن في الصلاة فختمت بآمين فرفعت إلى الله وعليها شعار الإيه؟ شعار الجمهورية. مختومة بماذا؟ مختومة بآمين. فعند أبي داود آمين مثل ماذا يا مشايخ؟ مثل الطابع على الصحيفة. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم يعني في استدلاله على أن آمين مثل الطابع على الصحيفة. إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ختم بآمين فقد أوجب ذكره عند الله. يعني إن ختم بآمين ختم، بص ختم دي معناها إيه؟ كأنه ضرب الخاتم على الصحيفة. لأن لهذا كلمة آمين لو قيلت بصوت واحد بصدق وإخلاص ووافقت تأمين الملائكة ختم للعبد بها صلاته، فإنها توجب له مغفرة كل ذنب قبلها ما عدا الإيه؟ ما عدا الكبائر. والحقيقة أني لم أجد في هذا البحث على طوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى حتى الكبائر.
يعني لم أجد رواية واحدة من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إلا الكبائر، ما لم أجد هذا، لكنه على عادة الشرع يقول إلا الكبائر. في هذا الباب لم أجده، وهذا يغلب الظن عندي يا مشايخ أن من قال آمين خلف الإمام وافق تأمينه تأمين الملائكة على المعنى الذي سنوضحه في اللقاءات القادمة، لأنه لها معنى كيف يعني وافق تأمينه تأمين الملائكة، له معنى. فإن واصل إلى هذا المعنى وأمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه داخل فيها ماذا؟ بإذن الله، والله ربك غفور رحيم، داخل فيها الكبائر وربك إيه؟ غفور رحيم. في هذه الحلقة يا أحبتي هذه فقط مقدمة لنفهم من خلالها ما نحن داخلون عليه من أسرار سورة الفاتحة في الصلاة، وهي قول المأموم خلف الإمام ماذا؟ آمين. فإن لها كم معنى؟ ثمان معاني. الأول لنختم الحلقة، الأول اللهم استجب، الثاني اللهم أمنا بخير، الثالث ذلك يكون، الرابع درجة في الجنة، الخامس استجيب له كما استجيب للملائكة، السادس من أسماء الله الحسنى، السابع قاصدين إليك، الله ينور شيخ حسن، الثامن كأنها رابع على الصحيفة. وبهذا الختم نختم حلقتنا، لنلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله، فنواصل قراءتنا في موطأ مالك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام.